مشاكلنا كما هي، لكن الرب هيملانا وانا اولكم بروح القوه. قلت له الراجل ده بيعمل كده ازاي؟ الشاب ده عايش كده ازاي؟ ليه بيضحك؟ هو مش عايش، هو مش مليان باللي هو فيه، ده ملوش مستقبل، ده البلد مش عارف فيها ايه، ده الوضع ايه، هو ايه اللي باصته، هو ايه اللي عاجبه؟ ايوه لان عنده ايه؟ روح القوه. حينما انا ضعيف فحينئذ انا قوي. انا عاوز النهارده الروح القدس يملى مشاعرنا وافكارنا بصدق، لاننا نحتاج الى هذا الامر، ان الله لم يعطينا روح الفشل، مش الفشل، روح الفشل. روح الفشل ده ممكن تلاقيه في واحد تقف معاه، انت لما تبقى واقف معاه تشعر ان ظروفه احسن من ظروفك 1000 مرة مش 100 مرة، صدقني انا مش ببالغ، والكلام ده انا بختبره كل يوم في حياتي. تقف مع واحد احسن منك 1000 مرة، ولما تقف معاه يجيب لك احباط وفشل ويأس وضعف، ايه ده؟ مليان روح ضعف، مش شايف العز اللي هو فيه، مش متمتع بالقوة اللي هو فيها، مش شايف البركة اللي هو فيها، لأن قلبه مليان روح الضعف. وتلاقي واحد غلبان مسكين ظروفه ملخبطة، يتيم فقير، بيته ضعيف، إمكانياته الجسمانية ضعيفة، لكن الرب مليء بروح القوة. هو ده كفقراء ونحن نغني كثيرين. يخلي الفقير يقدم الغنى، والغنى لما تقعد معاه، الغني لما تقف معاه تلاقيه بيقدم لك الفقر. ايه الفرق بين ده؟ ده روح الفشل وده روح القوه. يبقى الرساله اللي عاوز اسيبها في قلوبنا النهارده، احنا مش عاوزين القوه احبنا، احنا عاوزين ايه؟ روح القوه. روح القوه دي هي دي الايه، حينما انا ضعيف انا بضعف، لكن حينئذ انا قوي. ليه؟ لان خدت روح القوه، الروح اللي بواجه بيها الامور. طب روح القوه دي هتيجي ازاي؟ مصادر القوة سمعنا عنها، مجالات استعمال القوة سمعنا عنها. أنا الكلمة اللي مأثرة في حياتي، يعني قريتها جملة كده في كتاب ولا فين مش فاكر بالظبط، أنت قوي بقدر قربك من المسيح، بس أنت ضعيف بقدر بعدك عن المسيح. مهما كنت قوي لكن بعيد عن المسيح هبقى مليان روح الضعف. عاوز بقى النهاردة تاخد روح القوة، قرب من الرب، شوف جمالاته، شوف حلاوته، شوف مراحمه، شوف احسناته. ما تبصش لضعفك، ما تبصش لعجزي، ما تبصش لامكانياته، قرب منه. كل ما تقرب هتلاقي عندك قوه. طب احنا عاوزين القوه دي عشان تحل مشاكلنا؟ لا، خلي رب المشاكل دي في ايديك بقى، انت اتصرف فيها بقى زي ما انت عايز. الشقه هاتها بطريقتك، والعروسه هاتها بطريقتك، والوظيفه هاتها بطريقتك، وامي شوف لها حل، انت ابويا معاك، اخواتي وبيتي بطريقتك بحلولك. امال انا عاوز النهارده؟ انا عاوز منك روح القوه. خليني ابص الامور دي كلها نظره ثانيه، واغير فكري واغير مشاعري واغير احاسيسي واغير تعاملي مع الواقع بتاعي. الواقع بتاعي يا رب في ايديك، لكن انا باخد منك روح تخليني اقابل الواقع ده بطريقه ثانيه. المريض لما بتديله العلاج في حاجه اسمها علاج وقائي، صح؟ لما بيجي الاضطهاد، لما بيجي الضيق، لما بيجي تيجي المتاعب، تيجي رياح عواصف الحياه تخبط فيك وانت عندك روح القوه، عمرك ما تحس بالضعف، عمرك ما تحس بالضعف. العواصف موجوده بس خبطت في واحد محصن جواه روح القوه. سلام لك سلام، سلام لزوجك سلام، سلام للحقل سلام، سلام للغلام سلام. ليه؟ ما هو ميت، بس هي مليانه بروح الايه؟ بروح القوه. رب عنا وساعدنا الكلمات اللي سمعناها المباركه الحقيقه تكون ليها تاثير فعلي في حياتنا، حقيقي يغير روحنا، مش يغير واقعنا. واقعنا زي ما هو، لكن روحنا هي اللي هتتغير، ولما روحنا تتغير هننظر لواقعنا نظره مختلفه تماما. نتوقع الصعب، بنتوقع المتاعب، بنتوقع الضيقات، لكن ايضا نتوقع المقابله بتاعت الامور دي كلها بروح القوه. ايوه حاج، ايه الفرق بين القوه والروح؟